السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من زملكاوي يا رب، حلقة تنال رضا وإعجاب كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. إن شاء الله هيبقى في الجزء الثاني من حلقتنا واحد من أساطير حراسة مرمى نادي الزمالك والكرة المصرية بصفة عامة، الكابتن الكبير كابتن نادر السيد هيكون إن شاء الله في ضيافتنا في الجزء الثاني من حلقتنا. النهاردة حوار مثير للجدل، موضوع الناس كلها بتناقشه والناس كلها بتتكلم فيه، موضوع ايقاف قيد نادي الزمالك، القرار اتاخد ولكن الناس كلها شايفه ان خلاص اتوقف القيد، ولكن في امور لازم توضحها للناس. بمعنى ايقاف القيد بالنسبه لنادي الزمالك عشان خاطر قصه خالد بوطيب، في اي وقت نادي الزمالك هيتوصل لاتفاق او تسويه مع اللاعب الموضوع هيبقى كأنه لم يكن. الموضوع كمان حابب أتكلم فيه بشكل أكتر، ولكن معانا اللي هيكلمنا في الموضوع ده بشكل أدق وهو الأستاذ عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. يا أستاذ عمرو مشرفنا ومنورنا في زملكاوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا حضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهدين. اهلا بحضرتك. الموضوع النهارده موضوع الساعه بالنسبه لنادي الزمالك وبالنسبه للرياضه المصريه كله بيتداول هذا الخبر، ايقاف قيد نادي الزمالك بسبب قضيه خالد بوطيب. ماذا لدى حضرتك في الموضوع ده ونوضح للجمهور ايه اللي هيتم فيه؟ طيب بدايه بس انا يعني بس يعني اللي يهمني كل يعني ان احنا ان انا اوصل رساله لجمهور نادي الزمالك ان مجلس اداره نادي الزمالك الحقيقة مهتم جدا 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 يعني بموضوع مباراة يوم الأحد. صحيح. لأن مباراة يوم الأحد دي بالنسبة لنا وبالمجلس وبالنسبة للجماهير هي مباراة هامة جدا جدا جدا، محتاجين إن احنا نركز ومحتاجين إن احنا نبذل مجهود علشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا ونرجع إن شاء الله ببطاقة التأهل للمباراة النهائية. إن شاء الله. اللي أنا عندي أمل كبير جدا جدا زي أي زملكاوي ان نادي الزمالك ان شاء الله يبقى هو بطل الكونفدراليه السنه دي باذن الله رب العالمين. يا رب. فبرضه انا عايز اطمن الناس ان المجلس يعني بغض النظر عن ان في قضيه خالد بوطيب او تم اثاره الموضوع النهارده، انما المجلس كل اهتمامه في الوقت الحالي ان احنا نخرج بنتيجه ايجابيه لفريق الفريق الاول في مباراته مع نادي دريمز، وان شاء الله باذن الله دي الحاجه اللي اعتقد ان هي ترضي طموح وتفرح كل جماهير نادي الزمالك. يعني دعواتي طبعا بالتوفيق وامنياتي زي امنيه اي زملكاوي ان شاء الله ربنا يرجعنا واحنا منصورين ونكون ان شاء الله طرف في المباراه النهائيه. مفيش اي توضيح في القصه نعرف الجمهور ان الموضوع ما هواش قرار الزامي دلوقتي ان انا بس بقول اهتمامات المجلس في الوقت الحالي يعني اكيد، ودي حاجه دي حاجه ان احنا مركزين في قصه دعم الفريق الاول. طيب موضوع خالد بوطيب هو طيب. موضوع مش جديد، اعتقد ناس كتيره كانت عارفه يعني او متابعه على مدار سنين طويله القضيه دي من سنه 2020، يعني قضيه بقى لها اربع سنين بتم تداولها ما بين يعني في الفيفا وما بين محكمه التحكيم الرياضي والمحكمه الفيدراليه السويسريه. زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت احنا من قبل حتى ما يجي لنا القرار النهارده او الاختيار بالقرار النهارده احنا كنا متواصلين عن طريق محامي النادي مع محامي اللاعب بنحاول نوجد صيغه تسويه بحيث ان احنا نقدر نجنب نادي الزمالك اي مشكله فيما يتعلق بالقيد في فتره القيد القادمه ان شاء الله باذن الله. فالتواصل ده موجود على فكره من قبل ما القرار او قبل ما الاختيار يوصل لنا، لان احنا كنا عاملين استئناف في المحكمه الفيدراليه السويسريه، وكان هذا الاستئناف الغرض منه ان احنا على قد ما نقدر نكسب وقت علشان كنا نعدي فترة القيد السابقة، ما يبقاش للقضية أي تأثير في إن هي توقف القيد في يناير اللي فات، وكنا عاملين حسابنا إن احنا نبتدي نتفاوض مع اللاعب عن طريق المحامي بتاعه وإن شاء الله نوصل لتسوية ودية. فإحنا إن شاء الله عندنا وقت من هنا لغاية شهر يوليو أو شهر أغسطس إن احنا نقدر نكون يا إما سددنا المبلغ يا إما تواصلنا مع اللاعب ووصلنا لاتفاق تسوية. وانس إن احنا وصلنا لاتفاق تسوية بنبلغ الفيفا بهذا الاتفاق ويعتبر القرار اللي صدر من فيفا بايقاف القيد كانه لم يكن. صحيح. فده ده الوضع الحالي.